الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن ترينا أن كجرنا شرحي أي أن كجرني أسبابتي صرفي قال لقوم من عيائي أو ترتيبك أو أدقي بيتك أو أدقنا شيخ مصنف كي ما تنكونا ترتيبك الراعي اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كمل صفة دي بكل كا جوجي واحد نكجا هرني صفة دي نكجا هرني كل كا دبي نمراجع وصل نقطة نا لكن وصل الدرس جاب سيد مارتن كوا ودي جبان ينصر عنينا وأما صفة الصفة دو فتمنع الصرف صرف جوي من عدا مع ثلاثة أشياء أشياء أو صد حمعيد أي صرف صرف جوي من عدا مقبل أشياء ذا ثلاثة ومضاف أشياء ومضاف إليه إلا الجرب أيضا ثلاثة أشياء إلا إلى كل دم مضاف إليه غلام زيد درس اليوم باب المسجد كل كائن إيه هذا وين قال مع ثلاثة أشياء واسمه ما لن صرف كهذا صرف ألفتي ألف ثانية كي ممدودة دي بولي يعني مركا إلا كل دون دوني مس ألفتي باقي شيء الممدودة هاي وما لا ينصرف العدل مع ثلاثة أشياء العدل عدل كوب كما تقدم سيدي انه صهر مرتي في مثنى والثلاثه انه صهر مرتي علي تحقيق جاها وي اسم الصيغه دي سي او لوريجيو او صيغه كلو لو وريجيا سدا كوسو مثنى لبا لبا ثلاثه صدع صدع وي كلكا صرفي وا وا لغا منعي ما هو كو منعي صفه صفه لبا لبا نمد اه ايو عدلي كل صفة واحد لمن عدا عدل قوي لمن عدا واكو ومع الألف والنون ألف ينون ويلا كل من ألف ينون زائدة تانا كل ألف ينون صفة أي لكل أي لمن عيسى صرف جا بشرط أن تكون صفة بشرط أن تكون أين هات صفة صفة على وزن فعلان فعلان وزن جيس أين هات فعلان وزن جيس أين هات صفة وين وزن كده ظهرت فعلان وياه وياه سلا سكران أو كلا عطشان أو كلا هيمان أو كلا ريان أو كلا ولا يكون مؤنثه فعلان كان مؤنثي سنة وإننا أهين على وزن فعلانة كتعد اللي فعلانة أو كلا تعد أنا أهين سيدة ندمان ووصفي لكن سيدة مؤنث كيسا فعلانة تنبو نقول يا طابة قليس كاسكول كان معلان سيف نقول ما يا مصرف بو نقول وكو نحو سكران وي فإن مؤنثه سكران كان مؤنث كيس قبل الدليل وحلونا يا سكراء هذا رجل سكران وهذه امرأة سكراء وكان سكران كان سيف فعلان كيه مؤنث كيس تأمي مادة وحكي مادة فعلا بكي مادة ونحو ندمان ندمان يوحي لمده منصرف ومنصرف ويسر كسر ذي تموين تهو قبل إياه وكسو كوزن كيس فعلان إياه مؤنث كيس تعيي لنا إياه كل دو مؤنث كيس تعيي لنا إياه منصرف بنقنا إياه لأن مؤنث ومؤنث كيسو وحو أهان يا ندمان تنوي كل كسيدا يهي إن كان هدو يهي وي من المنادمة المنادمة كل صوقاتي هدو يهي المجالسة في شراب قفك هذا وحو هذا عبتان ندمان صحيح في شأد وحد عبيسين ندمانة قبل هذا وحد عبيسين أما ندمان كي مرقض أها قبل هذا وحي نقونسا ندما بي نقونسا كاسوا مارا إنسان في سيو ندمان كاسي أو مؤنث كيسو ندما يهي فعلاء يهي كاسوا ما لا ينصرف لكن ندمانك مؤنثيس أو تعضي يرانا يو سيدا ندمانة كاسي منصرف بون نقول إياه ومع وحا استفاد الله من عداءه كالي ومع وزن الفعل وزن الفعل مين وين الله من عداء وزن الفعل كمعيس إساقنا وحا كل من عداء بشرط أن تكون أين استفاده تاي على وزن أفعال أفعال وزن كيد وأين تاي استفاده وأين على وزن أفعال تاي أفضل أبضح أعرج أعمى أسود أبيض وأين تاي والله يكون مؤنثه مؤنث كيس إن أنا أهين بتاء تاء إن أنا مؤنث كيس أنا تاء أهين أو مؤنث كيس تاء أنا ويلنين كدي دقي أنا تاء ويلنين تاء أنا ويلن هدي مؤنث كيس تاء ويشو كل كا كاسي ماش يسقون وكب حيا وهاي هاي سأحمر حمراء أصفراء صفراء أبيض بيضاء أما أرمل نوع أرمل إله مؤنث كيسا إساق تأقبل إياه أرمل وأنك أن زوج لهين أرملة بالأولاني أرملة بالأول كاسي سوكرك ومنصرف أي نقول إياه وهي فإن مؤنث ومؤنث كيسو
وحوي بشرد أن تكون على وزن أفعاله وينته والله يكون مؤنث مؤنث كيس وإن أهين أتاء أتاء وإن أهين نحو أحمراء فإن مؤنثه مؤنث كيس حمراء أوي كل هذا مالين صرف ونحو أرملين أرملين إياه وحي الله مذيه منصرف ومنصرف لأن مؤنثه إن المؤنث كيسا أرملة أرملة ويجوز صرف غير المنصرف إنت سوى قاعدية رجوني وهو كبحسن أمثلة كبحسن أو لكن أو قلت لك علي إن اسمك ما لا ينصرفك مرمر كسرية توينتي لك علية إن توينتي مرمر وقاعدا كريو خلوم يرجوني أدن بيه ويساق وانو دميسي سنين وحسن دي بقول نقول إنا إمك وحي نرعني ترتيب كي شيخ ومثنك أول دقاء بي نرعني إيو يلي وحي صرفك وحا لقاق من عيا وحي اسمي إيه اللقاء هلو إلا كري أول لبا إلا ميشي دو غانتا أما اللبا إلا اللقاء هلو لبدا إلادو من حق اللفظ قالوا نقول إيسو من حق معناها نقول إيسو إلو إن كيسا قالك أهابو تريه وحويري إجمع وزن عادلا أنث بمعرفة ركب وزيد عجمة فالوصف قد كملا إجمع وجمعي جمعي محين نريد جمع أولن موذ الدون النهر توا جمع تكسير جمع تكسير أولن موذ الدون إنو وجمع تكسير ككوي مدي صيغة مفاعلة هي صيغة مفاعيلة كوي مدي صيغة مفاعيلة محل ولجدة وحي جمع خماسية حرف كصد هذه ألف ويهي ألف تنا أي كذا بيسو لبا حرف أي كذا بيان لبا ذا حرف كهرة مكسور يهي سدا دراهم مساجد وطعي مفاتيح كاسو كرا أما صيغة مفاعيلة صيغة مفاعيلة وحل ولجدة وحي الله وحي جمع سداسية حرف كيسة صدح هذه سيدي كي هربا ألف وياهي لكن ألفتها أي كدن بيان صد حرف أي كدن بيان أو كدحل كجرائي وريبين يهي سيدا مصابيحة طواغيطة نوعاسي أو كرين وياهي كاسا جمعة دباكر كاد أرقته وصيغة منتهى الجموع جمعية صيغة أي كو انتهينا يهي ويهي مرد ما معنى الله سيد جمعين ما أيو كل كاوا ما لا ينصيف كسيرية تنوين أقبل ما أيو اجمع وزن وزن الفعل باكو حيلي وزن الفعل كيو حلو لجي ذا يينو نلي اسمك او كوي مادا صرت افعاش او خاص كعا او صرت افعاش اي اسماء عن الدعين صرت افعاش او خاص كيوا محي وفع على او كالي شمرا شمرا اسمك هادي صرت وصرت فعل كوي مادا فع على او كالا شرف كرم عظم وايه اما وحو كوي مدي صر وحكرو كمي دكو افعاش او خاصة شمرة فعل بقى كم إذا ضوري بقى أوكل هذا اسمه ضوري بقى أوكل إنه عاكو إيمادو إسمه وحلاوني صرت فعل كوكو إيمدي وحلم إذا أفعاش همزة الوصل اللي قاله إن ضرقة استخرج أفعاش من بنو عود على اسمه هذا صدع النقض أو اسم صدع عود عيا هذا النقض إسمه نقول كوكو حوي وما لا ينصرف ما لا ينصرف إن ما لا ينصرف وهي وزن الفعل كي كا يجمع وزن عادلا عدل هو الله بقى يبود عدل تحقيقه يا عدل تقديره عدل تحقيقه وخروج الاسم من صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا صيغة ذي كبحي صيغة كالأبحي اثنين هل كي لقول نجرا إنه بقى مثنى لقول رنايا مثنى لبا لبا ثلاثة وحكتي مدي ثلاثة كتي مدي تاسع صيغة فعالة أما مفعالة عدد كان صوت صيغة فعالة كنتو أما مفعالة كنتو أحاذة موحدة صناء مصناء ثلاثة مثلثة إلى عشرها لقال عدل قاسيوك هو التحقيق عدل كهو تقديري أبا جلو وعمر إيا الزفر إيا الزحل يكو يابا عين كاسية مركي العركية قو صفق لقا من عيايو وجاء عمر ليلا وقال الأولين جاء عمر أن الأولين لتوينين أما مرت بعمر الأولين أيو وقال الأولين مررت بعمر سيدي مررت بزيد أينو أولينيني أيام حي هيدي أن تعال لي تحقيقي هو عمر أوكل يوي يزفر يزحل أوكل يوي كل كيلو عركي ساقو صرفي قلقا من عيالي معا صرفي قلقا من عنا عالم نمضي هرتوى عالم كو آوي علادي اللباد والاوهي مركزا ليل أينو نراهنو عند تقدير يا ويانو عمر روحو كسوور ياغي عامر بو كسوور ياغي زفرنا زافر مركا وعد يس هو تقديري سيدي كوره تحقيقي ما هي وا تقديري وي اجمع وزن عادلا عنف وتانيثكي تانيث هو صدح تانيث بالالف تانيث بالتاء تانيث بالمعنى
وحليف لغو تعنيثيه أما ممدودها هاتو أما مقصورها هاتو صرفنا كل ذات بمن عيسى وذكرى حبلة أشياء قيابها إن وي إن صرفنا كل ذات بمن عيسى تعنيث بتاع اسمه أو مؤنثه تعلي أما الرجل مقعيها النقضة أما الضمر مقعيها النقضة سيدة الضلحة حمزة فاطمة خديجة نوع صوكلا كاسين وطانيث بتاع التانيث بالمعنى وطانيث يؤون ألفنا لهين اسم مؤنث كيون ألفنا لهين تانا أن لهين لكن هردنا لقرنية مقع الضمرين يهي سيدة زينبا سعادة نوع صوكلا كان وحلون يهو وطانيث بتاوي وي اجمع وزين عادلا أنث تعنيث كيوي بمعرفة المعرفة راسي وحلو نجده وعالم كيوي وعالم كيوي ومعرفة واتي بطني ذي اللحظة هاي ذي محا عالم الله سوق هذي دي الضمير كي ومبني اسم إشاره ومبني اسم الموصول كي ومبني كي أشرها أما مضاف كأهانا كل كم حيها إذا أشع اسم كي قشو حكم كي هو بابا يا الله بدي علا حكم كي صرفك من عيه وي بابا يا وأنتم عاكفون في المساجد الباقى شيء مرقا في المساجد لعول الماي مساجد في أحسن تقويم والله إضافي كل كل إضافي حكم كي سهر وكل نقطة أهم منصرف يا كسر دي توين تبقى وقبله مرقا محا صهر عالم كي وكل يا صهر طبعا تعريف واحد للوجه وعالم لما دي وي اجمع وزين عادين أنث بمعرفة ركب وتركيب كي مسجد هاوي جعلوا الاسمين اسما واحدا منزلا ثانيهما منزلة طاء تانيث مما قبله واسم لبا اسمي واسم كلي الله يسكر دقو أو كدم ب سدي اسمك طاء تانيث لقلي فاضمة طاء ضم ب الإعراب يسوع ما هي حركات الإعراب يوجا فاضمة طاء ريت فاضمة طاء مرات الفلوني جزء كدم ب يسكر الله إعرابي بعلى بكا بعلى بكو بعلى بكا أو اسم الله يصرفه جزء كدم ب الله إعرابي كاسين ومركب مسجاوي واجمع وزين عادل عنث بمعرفة ركب وزيد عجمة زيد وزيادة ألف والنون زيادة ألف والنون وي وزيادة ألف والنون كاسي وحركة دونتا وطن إنو إيمان دونتا ألف ينود عمران عثمان مروان أما مفتوح الفاء أما مكسورة أما مضمومة علامة كان ويلا من عند دونتا صفاتنا ويلا من عند دونتا النذ بمعرفة الركب وزيد عجمة عجم المديوي اسمه أول نقضة أسماء عجم نقضة لكن شرط دي بقول لك أيوه حولي اسمه عاسي اللغة دي عجم وإنه عالم كويهي أو سيد إبراهيم إسماعيل نوع يضاسي وإنه لكن هذه اللغة دي عجم هذه أنا عالم كوهين من غني من صيف سيد الجام وكله هو عربي ما هو أفكر وي لكن عربته هو استعمالا مركا هدين الله بحيو جاء الجام من بالرنا ولا تويني وصوك ما عجم يا لغة دي عجم يا أيونا كو أهين عالم أنا كو أهين إما كسامطر أو كله لغة دي عجم يا ما قاعد بكو يهاي جاء سامطر وبعضرنا جاء سامطر لكن هدي جيد لوب بحيو ده من قنيسه أو عربي جيد ليه ده اللغة دي إن الصومالي جاها جيد عرب ما هين اسم الجنس يبوها حجر هذين الحجر الله بحيه جاء حجرون بدرنا وتويني محيو كل دوين كل كا إن سمتر هي حجر محيو كل دوين سمتر ده اللغة دي أف صومالي جيبوا عالم كويه يوم مقع كويه كل كا عربي وكل واقع يسوع كل كا جاء سمتارو رأيتو سمتارا مرتو بسمتارا ياد أولاني لكن حجر هذا من أوب بحيصه أحضرني هذا حجر يضرني ضربت حجرا أيضرني ناولته بدلته بحجر بضرني ما هي اللغة دي عجميجة إيه صومالية هاي أيون مقع كوهين اسم جنس بوي يصير الشجر يا بقر نوع سو لمده اجمع وزن عادلا عنث بمعرفة ركيب وزيد عجمة فالوصف قد كمل وصفه وصفة دي وي صفاتي نوي أحمر إيوه أبيض إيوه أسود إيوه نوع عصير وكله وعي واحد هذا ملاحظة واحد دي بيقول نقول نسيب باب كي باب معرفة علامات الإعرابها إيه عينون اللي أفريقيا علامه يلي حلا بطن ميلود أي دجين هذانا عين ندب قيبيني نوع وكله ندب بيقول نقول هنا اسم واحد ما لا ينصرف كي كل هذا يكتي اللي يمكنه وحوي لح علام لماذا إلا من عيان واللح صدحنا صفاتي لما نعيان وامسا وسقال لبنا صرفك كلي ذود بي من عيان ومحي وكو إيطمان كو قادة كاك إكتو كو إيطمان وي ديب هدنا بلد كل نقو
لح علم لماذا يلما نعيان مثلا تعنيذكي وزن الفعلكي عدلي عجم لماذا زيادة ألف ونونكي تركيبكي لحظة علم لماذا يلما نعيان كل صرف اللي غم نعيان مضو البوح الأورانية علم لماذا وينو هاي ناية ما ها علم لماذا علم لك الأكو صابيرتي ما هايتها يا الأورانية علم لماذا لحظة يلما نعيان صفاتينا صدح بها يلما نعيان وزن الفعل عدلي زيادة الألف والنون هذا ما بلو في رسوله صدح هذا الصفات الله من عيه صدح قوني وعصب معها لحذي عالم لماذا الله من عيه ومبا صدح صفات أي الله من عيه مكا عالم لماذا صدح قارب إلا تاي صدح للصفات أي وذلي ولماذا بعد يقول دكتور عبد المنعم خفاجي إيو قواعد الأساسية صاحب كذا يا شيخ رحمة الله تعالى على الشيخ محمد معلن والله بدا كتاب أختي واسمي لما جيلين لبدا قواعد الأساسي وانا وقتها موجود معين وضا كمان مؤمن عبد المنعم الخفاجي كاسين وضا كمان مؤمن مركا لكن صدح لله أمان كواركي الشيخ محمد معلن هي قواعد الأساسي هي عبد المنعم الخفاجي قال تهذيب الجرومية الله يلاي ونسقق قبوضي إنك حيان ومالينا إياه هب نوع كدوم بأسر حين أو كتبتها كالأوردن إلى مع الألفية أنا أضمرينين وحي لان صرف قوحة من عياي والله بقيبوت قيبي صرف قوحة من عيان كلي ذوض بي من عيان وحكرو شروض يبهي هنا مجلتو كلي ذوض بي من عيان وصيغة منتهى الجموع هي ألف تانيث وحي كلا صرف قوحة من عياي وابا لبحة بدود وعلم نمو يصف لابا لهم بصرف قوحة من عيان عالم كمحا شروض أه صفضنا محا شروض أه عالم كوحة شروض أه لحظة متكود إن يهي لحلا شيء متكود إنه يعي صفة أنا محاس شروط هذا مصفة أردن بها مايا صدح لا شيء متكود كل كلا جهرة أي تاي مركا وحيبة وحكو صابيرا صدح بدل بكو صابيرا وحيبة وح كل يوم صرف جمع عيا أو أفرح بدل بكو صاب كو صاورين وصيغة منتهى الجموع هي ألف التانيث أو أن يجو أبا هنا علك رأينا اعتماد أنو مرها داد ألف التانيث عرقتو ذكرى حبلى خضوة سعداء أدركته صرف وما لا صرف مبضلاً وما لا صرف مع صرف هي كم العي وهك ألف تطانيت كيلة هذه ألف تطانيت كم مديودة دي تاين وصلاصون أشياء أوكرة صحراء ساس أوكرة وما لا صرف وهي ألف تطانيت كم مديودة دي أيوني طلباتنا وصيغة من تال الجموع وحاصي غدا مفاعيلة هي مفاعيلة كوي مادة اسمها وما لا صرف الله بدا وحي كصوح علي وابن الله بحب ذوذن وعلم لم يصفه عالم كل كان شرودي سواح تاي سو جمع مذكر سال كل كان شرح إنه واحد نقول واحد جمع مذكر سال لجمعية لا بس يوم بعد جمع مذكر سال لجمعية أما وحي عالم أم بالله جمعية أما وحي صفاء أم بالله جمعية عالم كل شرودي سواح يعني يكون عالما لمذكر عاقل قائل من ثائر ثالث ومن التركيب صفاتنا واحد شرودي صدا صفة لمذكر تنوع صدي أو كلا أو واحد ما له إنسان وحي أما عالم أ مقع أما صفاء تلمان أ صفات التلمانة هيدا عصانكي عضانكي فضلي كرمكي شرفكي وحيابي عينك عالمك هذا بوح على شرديا كل كوسا ما لا ينصرف نقول أيه لحدا شيء متكم إذا إنه يهي أما وإنه مؤنث يهي أما وإنه وزن الفعل يهي أما وإنه ألف النون لي يهي أما وإنه عدل يهي أما وإنه مركب يهي أما وإنه مقع جميع يهي صفاتنا كل ما لا ينصرف أي نقول أيه وصدح شيء متكم إذا كل كل لقاه له صفة راسي ألف ينو وزن الفعل صرت فعل كأي على طول أفضل أكرم أحسن أما زيادة ألف ونون عثمان مروان إن كرمان أو يد كل كل مفتوح الفاء ذا وين نقص صدق هذا وين نقص أما مكسور الفاء أما مضموم أما مفتوح علقي علقي كل هذا ركته استجنا وكذلك وصل صوكلا وصل صوكلا سو بركه وحوي وصفاتي صدح ولا من عضي نظامك وقف في عن الأجت أنا وحوي كل قاعد أجته إما كسرة ويجو كابن طاي لكن واحد مسك هذا كوه هاي ستة ما لا ينصرف واحد صرف إلا ذكى كم من عيا وصيغة من تال جموع يا ألف التعنيف واحد الله إلا لقى وذا هلاينا لوضع علم متنوع على منه من نواصفه صفات اللي حلا شيء بين الله من عضا عالم كل حلا شيء بين الله من عيا صفات نصدح لها شيء أي الله من عضا درس جين تاسوبة محيط كسو كوبية وحصور راعي أو كلا
اسمكان ما لا ينصرف كأينون نري مرر كقار كود والله إسكا صرفية والله إسكا صرفية أو مصرف بال يا لقى لقى دقى مركزو كهالليا أو تيبو كهالليا واتهاي روحي لي وي أكيد دم بيسين سعوني هذا عبارة دم بيسين هذه نكسر علنو أهيد وأما صفة صفته فتمنع الصرف صرف عاه الله من عذاب مع ثلاثة أشياء العدل كما تقدم في مثنى وثلاثة ومع الألف والنون بشرط أن تكون صفة على وزني فعلى نين وإن أهات إما كفعلان كاسي هدي أنا مضاف إما كأي واحد إن الله على وزني ها ما إما كواحد وزك عادي ويان ما ما قاعد ما هي وزن كون مكوب جذاي على وزني فعلى أنا بقول كاس كده على وزني فعلى أنا فعلى وزن كوني بفتح الفاء ولا يكون المؤنث مؤنث سواء إنه هين على وزن فعلانة وزن كيد وإلى نوهين أو كوي من نحو سكران فإن مؤنثه ومؤنث كيسو سكرا ويكركا كاسوا ما لا ينصرف ونحو الندمان ندمان وحي الله مذي هنا إسنا منصرف بالنقن محايير منصرف بالنقن ما لا ينصرف محايير وقد يقوى يسوك من ألفي أمنون تيلة يستفضينا الله هيو لأن مؤنثه ومؤنث كيسا ندمان وطنع أو تأقبلي كل دو تأقبلي منصرف بالنقن إياه إن كان هدوء هي من المنادمة المنادمة كل قصوى قاتها هدوء هي أو المجالسة في الشراب قفقة وشراب أي وذعبان حديث من الندم مرغدي القصوى قاتها ديتها هذا رجل ندمان وهذه امرأة ندماء والله الله سيدي سكراء سكران يا سكراء ما راي صرف بوكاس النقن قال اسمع صرف النقن ومع وزن الفعل بشرط أن تكون أين استفادة تهيوية على وزن أفعال أفعال وزن كيس وكونه ممنوعا من الصرف شيخ يقول سيدنا سؤال انجلي هذه الجيل سوى قدر بشرط هذا سوى كلام ماشي اي سوى قشب او كلام جمله سوى قدر الجيل مبتدية خبرة ومع وزن الفعل بي لما نعيدها بشرط وذلك منع صرف قاسي ثابت وحكسه ناضي بشرط ان تكون اين اهاته على وزن افعال افعال وزن كيد اين اهاته وعلى يكون وانا نوهين مؤنثه مؤنثيثه بالتاء تاء وانا نوهين أما تاء تاء مؤنثيس وإنه تاء يلنين أو تاء لجلين كل كا وسيلة وحويان وحبيعك ها أفضل أو كلي أحمر يي أسود يي وين مؤنثيس تاء ما يلنا أحمر حمراء أبا لورن أسود سوداء أعرج عرجاء أعمى عمياء وياي وين مؤنثيس تاء لين كل كا إنه مؤنث بالحين حديث كرسي إنه مؤنث بالهين سوى أكمر أو كله العظيم الكمرة وهي الرأس الذكر وآذر آذر هي اللي من بخصيته انتفاخ حنون مرة رقبة حق لكلا حنون انتفاخة كقبة ده هو حلب كونك خاصة مؤنث بمرة ده كاسي مؤنث بملة أما أولي هي مؤنث كيسا كوي مادة على فعلة كوي مادة سوى أفضل فضلا أفضل فضلا أو كله كوي مادة أمر حكوي مادة فعلى أبو كوي مادة سيد أحمر حمراء أكل دون إنه أكل وعي والله يكون مؤنثه أطاء نحو أحمر فإن مؤنثه مؤنث كيس حمراء أوي والنحو أرمل أرمل يوحي لمذه منصرف ومنصرف وما لا ينصرف سكر الأرض ما يو هذه أرمل الأرض ما يو هذا أرمل الأرض ما يو نينك هذا أرمل بالأرض أول التنوينين محايري مؤنث كيس يبا تعقبلية فإن مؤنثه مؤنث كيس أرملة وي هذه امرأة أرملة أياد أولاني ويجوز وحبنان صرف غير المنصرف اسمه ما راين صرف كأها إلا إسك التنوين يوم أنت التنوين للقرياي وإسك بنان تاي كقراءة نافع نافع قريدي سوي أو أخري سلاسلا وأخري وقواريرا قواريرا وأخري وهو آخري للتناسب المناسب أي آخري إذا اسم كلام منصرف أو اسم كلام منصرف هو تنوين لحريري أي كل من بقى كاسة الله مناسبين يا يو خيعة المناسبة مناسبة إن دردد لمناسبين يا هو أي هاي كان ضم قوارير قواريرنا إذا كان هو ما لا ينصرف وحلو صرفي قوارير تضم بكوره قوارير تضم بينه ومفاعل بهاي والنافع من بقرة أخرية الشيخ خان كوري جن دوناية مركا قوارير تلموح اللوصر فيه تهري لصاحبته والله سعطه
طهرنا ما حكوا ينا لوسر في رأس آية آيتي اللي تفضل شيخ حسين ويجوز صرف غير المصرف للتناسب كقراءة النافع نافع قريدي سي سلاسل الله في أيام كوسو قبلنا أذكى كل شر حكوت الدوانا للتناسب أي لتحصل المناسبة بينه وبين المنصرف عند اجتماع مع كل مان فإن رعاية المناسبة في الكلمات أمر مهم عندهم كقراءة النافع سلاسلا بالتنوين لمصاحبته للمنصرف الذي هو أغلالا وصعيرا وقوار يروح أخري النافع قواريرا قواريرا بتنوينهما صرف الثاني منهما لمصاحبته للأول وصرف الأول كورون وحلوسر فيه لأنه آخر الآية فصرف ليوقف عليه. تفضل شيخ حسين بارك الله فيك. هاي أيو ليه سيدنا كم واحد طويل كان إنه كان يدور مفاعيل أيو يوزن جسم أو المقطع فكان وحيدين إن الوزن كي يقول ملاني يسوي التموينية ما هي كما في قول الشاعر شاعر كاسوري ويوم دخلت الخبرة خبرة عريزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي وذكر واحد حسابي يوم ما أنت دخلت عن قريب الآن خدرة هولت شيء أو كلا ساري عن قريب خدرة عنيزة قبل عنيزة من عيدي خدرة عيدي أيام قريب فقال روحتي لك الويلات هو باكو أهالي إنك مجيلي مكي لك تيسع سينا يعطيك أو كنتهو أو لا أو دعو ما يام غينا نار ربا مصعنا محل الشاي تطبيت كل رجلة عنيزة تلاوي واق ما راي صرف محاصر فيك كم العيد يو عالم المية تعريف يا مركا روحة يا هيد خدرة عنيزة تا إنو يلاحظو أيه مركا روحة وي عنيزة كره الليلة ومفاعل وي مفاعل وي مفاعل وي عني مفا ذات عيل وي كره تا هذا التوينين عنيزة تا مفاعل أي مقولة مركا هل كان ضرب على كاهر يا كاهر ضرب من عروض على هذا من الضرب يبقى علينا هل كاسو هذا ما كان نقول يا ما هاي نقي ما عنيزة تلازي وإنه مفاعل كان نقول إنه كان نقول ما ها مفاعل وكان نقول ما ساسو كا لور يا ويوم دخلت الخبرة خبرة عنيزة تين والتمويل ليا هذي تمويل تلاقي ده يو ما نصرف لك ده خبرة عنيزة تا ليلا نون كي ساكن كهابا ماشي كبحي هل كان روح لوجه بانية نون كساكن كهابا لوجه بانية واي أو يستقيم أما وزن جو قمران ياي لكن يحصل روح حصل ياي بمنعه منع جيزة الزحاف من الزحاف وح الله يلا يا إمام ليه يخرج كب يخرج كبحية عن السلامة لما تقولي لي كبحية قولي وي أعد ذكر النعمان لنا إن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع للممدوح أبو أمان يوحي أعد واحد نوصر عليسا ذكر النعمان نكر النعمان لا يرى ذكر عيسى نوصر العلم لنا أمك إن ذكره حسيد المك عيسى الحصائي هو المسك هو مسك ما كررته إنت عيسى وما ذي مستجيل الضفيرة ما كررته إنت عيسى يتطوع وكي أدقاي أدقاي فإن النعمان كان سيحة الضباء هو ما اسم ما لا ينسان فيه وما حصل فيك كم العيد على النمو يزيادة ألف ونوب بولين ولكن هو حيدين لا يرى أعيد ذكر نعمان إنه يرى به إما كان هو حين نريد أعيد ذكر نعمان ولكن عروضيون تهان كان سيلا زحاف أي لا دانو زحاف باكو العي فإن النعمان لو فتح نونه هذه النوم كيسا لفتحيه من غير التموين يدون التموين لاستقام الوزن فرط وزن فوق قمرانيا لكن يحصل به زحاف وزحاف باكو حسنين تنبيه وهكا هو فاعي يجوز روح بنان للضرورة الضرورة وحو بنان منع المصروف على الأصح اسمه مصروف كاها إيه اللي سرفيه إيه زين وكاها عمر وكاها إيه كسرية تنوية أكبر إيه إن إساينا
صفق لقمن عيا أيام العكاء أي جعله لقده صورة الممنوع لقده في حرف توني توني كتوني بيس أو كله يومنعه يفعل لمده لا منعه حقيقة الحقيقة إنما الله من عيا مع بانتفاء المال وجاز قوم منع الصرف منع المصروف مطلقا وكأنها لغة شعراي لأنهم يضروا إليه في تعريف فجر الألسنة على ذلك الله سبحانه وتعالى.